السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو تلفاز نيوفيا 26 بوصة LCD به مشكل، سأشغله الآن وأريكم. إذا التلفاز كما تلاحظون شغال ويشغل الصوت والصورة بشكل جيد، لا مشكلة، ولكن تمر بضع يعني القليل من الوقت ويبدأ يعني في تغيير القنوات، ويعني بانتقاء نفسه. مثلا هنا في فيديو واحد او AV واحد تمر يعني القليل من الوقت ويبدأ في تغيير يعني المداخل لوحده، مثلا يصبح فيديو اثنان، فيديو ثلاثة، او ينتقل الى الوضع القنوات الارضية. اذا ننتظر قليلا، لاحظوا الان في فيديو واحد سوف يتغير لوحده. إذن كما تلاحظون فهذا هو مشكل التلفاز، لاحظوا. وعندما نقوم بتغيير الوضع مجددا أو نحاول، لاحظوا الآن أنا أضغط، لاحظوا أضغط ولوحده يعني تختفي هذا، رأيتم؟ إذن سأحاول يعني تغيير المداخل، لا يريد الآن. مثلا هذا فيديو ثلاثة، الآن أصبح فيديو واحد، لاحظوا الآن انتقل إلى القنوات الأرضية. إذن هذا هو مشكل التلفاز. وسبب هذا المشكل أصدقائي فهو من الكيبورد الخاص بالتلفاز أو المفاتيح، هذه التي بها الخلل. سأفتحه وأقوم بتبديلها وانتهى المشكل. فهذا المشكل يحصل دائما في التلفزيونات التي تحتوي على كيبورد مانيال هكذا، ليست أزرار مثلا باللمس إلى آخره. إذن كما تلاحظون، إذن تابعوا، هذا هو شكل التلفاز من الداخل. التلفاز فهو من الطراز القديم، ولاحظوا ماذا موجود هنا، جثة عنكبوت. لاحظوا جثة عنكبوت. إذن أصدقائي، أول شيء علينا فعله هو التوجه مباشرة إلى الكيبورد، إلى المفاتيح هذه، نقوم بإزالتها. إذن هذه هي. هذا المشكل أصدقائي يحدث للتلفزيونات التي تكون معرضة بشكل كبير إلى الرطوبة، يكون المنزل المستعمل في هذا التلفزيون يكون به درجة يعني عالية من الرطوبة، لأن من داخل هذه الأزرار تتكون يعني يتكون صدا بسبب الرطوبة، والصدا يكون موصل للكهرباء، وبالتالي يبدأ هذا المشكل. الآن سأقوم باستبدالها كلها، لدينا هنا 6 أزرار، سأستبدلها كلها وإن شاء الله يكون خير. للإشارة الأزرار تحتوي على 2 من البين أو الأرجل. إذن أصدقائي تابعوا، كما تلاحظون لقد قمت بإزالة المفاتيح، سأركب بدلها مفاتيح أخرى ويستحسن أن تكون جديدة. إذن لقد تم تركيب المفاتيح الجديدة، لاحظوا. الآن سأركب يعني الكيبورد أو المفاتيح في مكانها ونقوم بالتجريب. إذن سأقوم بالتجريب، نشغل التلفاز. إذن ها هو التلفاز الآن شغال في وضع على وضع القنوات. سوف أغير، مثلا نختار وضع الفيديو. هذا الشكل. إذن كما تلاحظون الآن التلفاز لا يتغير شيء. نجرب باقي الأزرار، مثلا زر الصوت أو مفتاح الصوت، هذا الصوت الناقص، نجرب الزائد. جيد. الميني، ها هو الميني.
إذن الأزرار كلها شغالة بشكل جيد. أصدقائي، أنا أعلم بأن هذا المشكل فهو بسيط جدا ولا يحتاج إلى صنع فيديو من أجله يعني. فالمشكل فهو بسيط، ولكن من خلال هذا الفيديو أصدقائي أردت أن أتواصل معكم وأقول لكم عافانا الله وإياكم من الأمراض والأوبئة، غفر الله لي ولكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.